بسرعه ما تكسفيناش. هاتي قلعة العربية. عربي. احنا مسكنا واحد اوصافه تنطبق على الاوصاف اللي انت قلتيها في البحر. لو طلع هو هنأجل النهارده طريق الشرطة. لو طلع مش هو طبعا هنفرج عنه وهنبعته لطريق الشرطة. خدي بالك وركزي كويس. بصي له كويس كده. هو مين يا ست انتي؟ بصي لي كويس انا عرفتك شفتيني؟ اه يا مجرم يا شيخ. يا بتكل على الله ما نشوف مشكله. دي بنتي يا اخ. افتح محضر. سعاده البيه. اخرس. يا سعاده الباشا انا ما اعرفهاش والله العظيم ما شفتها. دي بترمي بلاويها عليا. بقول لك اخرس خالص. اسمك وسنك؟ سالي فتحي ابو الدهب. حفيدة الشربطلي باشا. هو ده وقت الشربطلي؟ عمري 25 سنة. الحمد لله يعني مش قاصر. ايه اللي حصل بالظبط؟ كنت معزومة في عيد ميلاد واحدة صاحبتي وتأخرت عندها شوية. وخدت 200 جنيه عشان تشتري هدية. تمام. وانا راجعة بالليل وقفت عشان استنى تاكسي. لقيت الجدع ده جه وقف بعربيته وعرض عليا يوصلني وبعدين